كان في لعيبه بتلعب معاك مثلا قندوسي، ايه قندوسي كان لعيب في الاهلي وتم اعارته وعلى فكره جدد اعارته كبير قوي. ايه لعيب كبير قوي؟ لا والله. اه والله لعيب ما شاء الله عليه. يعني انا كنت لما كنت بلعب جنبه في نص الملعب مستمتع، حتى انا من كتر ما هو لعيب جامد كنت بقول له ما تدافعش انا هدافع لك يا راجل، ما ترجعش انا هدافع لك. اه والله. لا قندوسي ما شاء الله. مستغرب ان هو ما كملش في الاهلي؟ انا ما اعرفش ايه السبب طبعا، ولكن لا هو لعيب يعني امكانياته تلعبه في اي مكان، امكانياته كبيره جدا وملتزم يعني. ملتزم وكل يوم في الجيم قبل التمرين ولا يعني يعني لعيب واخلاقيا واخلاقيا هو لما كانش كده كابتن خالد ما كانش هيروح منتخب الجزائر يعني. اه صحيح. قندوسي بقى له مثلا 3 او 4 معسكرات بيروح منتخب الجزائر وبيروح يلعب، يعني هو مش بيروح بمجرد بيروح، لا ده بيروح وبيلعب. صحيح. ده لو دلع شيء يدل اللي هو لعيب جامد، لانه منتخب الجزائر منتخب قوي. صحيح. وانت متابع الدوري كده شايف مين احسن لاعب في الدوري يا محمد السنه اللي فاتت؟ اللعيبه اللي انت بتتفرج عليها، اللعيبه بتلعب ضدها، يعني ابعد نفسك انت على القصه يعني. لا انا ما كده ابعد نفسي. لا انا السنه اللي فاتت شايف طبعا يعني الدور الثاني بالذات عبد الله السعيد. فعلا؟ اه طبعا. عبد الله عامل يبان على موسم جبار ما شاء الله ما شاء الله. لما بتلعب ضد محمد بتحس بقيمته؟ اه طبعا. لا انا ما شاء الله ربنا يحفظه طبعا. عبد الله يعني فعلا السن مجرد رقم. ياه. عبد الله السعيد في الملعب تحسه 23 سنه 24 سنه بس خبره واحد كبير. فلا عبد الله ما شاء الله يعني انا شايفه من احسن الناس في الدوري السنه اللي فاتت، او تقريبا بالنسبه لنا كمحمد ابراهيم رقم واحد. وممكن مع زيزو شويه. لكن عبد الله نمره واحد. انا بالنسبه لي عبد الله السنه اللي فاتت وبالذات من بعد يناير عبد الله نمره واحد. بس رغم ان انت قلت زيزو عبد الله، رغم كده الزمالك كان مادي موسم سيء، ما جبتش سيره لعيبه الاهلي مثلا او جبت سيره لعيبه بيراميدز، يعني انت دي قناعاتك انت؟ لا هي الفكره مش فكره، عشان مش حته والله انا بميل لحد على حساب حد عشان حاجه. انا فاهم. بس انا بتكلم انت قناعاتك. انا قناعاتي شايف حد بغض النظر عن النتائج، انا شايف حد ما انا مش هظلمه هو مستواه ثابت. حتى عبد الله سعيد لما يقل مثلا في ماتش تلاقيه مثلا 60 70%. اه هي دي الفكره. في لعيبه تانية جامده طبعا مكسره الدنيا، انا امام عاشور مثلا عامل موسم هايل مع الاهلي، بس امام عنده مشكله اللي هو كان في ماتش يعني ممكن يبقى 90 او 20. اه هي يعني دي الفكره اللي هو بس انا مثلا برضو من ضمن الناس اللي عاجبني جدا في الدوري مهند لاشين، يعني انا محدش واخد باله منه. بالنسبه لي هو افضل ستة في مصر بجد والله. وجهه نظري. اه طبعا وجهه نظري، ممكن تكون غلط. انت عارف علي ماهر قال لي ايه؟ عارف علي ماهر قال لي ايه؟ علي ماهر قال لي محمد لاشين ده احسن لعيب في مصر يشيل فرقه لوحده. طبعا. مهند لاشين سوري. مهند لاشين. اه رغم ان اللي فعلا اساسي وموجود مروان عطيه مثلا. هو ده ما يقللش من مروان طبعا لعيب كبير وبيلعب في الاهلي طبعا، لكن هي في الاخر هي وجهات نظر. انا ممكن انا وانت حضرتك انت قناعاتك كمحمد ابراهيم مهند لاشين افضل ستة في مصر حاليا، ما فيهوش واحد يضاهي. لا ما فيش منافس في الحته دي في مصر خالص لمهند خالص. نمره واحد ما فيش اصلا منافس ليه في الحته دي في مصر. هل شايف في فرق بين امام الزمالك وامام الاهلي، ولا شايف ان اللي هو نفس اللاعب؟ لا صراحة. هو نفس اللاعب طبعا. هو نفس اللاعب، وكان مادي هنا اداء هايل وهنا مادي اداء هايل. انا يعني امام تقريبا من احسن الناس في نص الملعب في مصر. مين المدافع اللي بيعجبك، او مين المدافع اللي بتلعب ضده بتقول ده تقيل ده جامد؟ المدافع اللي بيعجبك ولا مفيش؟ بلعب ضده ولا لا في طبعا في مصر في طبعا. اه طبعا. مين يعني مثلا؟ عم نعم. في بس خلاص عم نعم مش موجود دلوقتي. انا بتكلم على الموسم اللي انتهى. الموسم اللي فات. مع عم نعم كان على واحد. عم نعم في اللي انا برضو الاسامي بجمعها. الونش طبعا مفتقدين. الونش طبعا مفتقدين، وطبعا الفتره اللي كان بيلعب فيها طبعا من احسن الناس، ولكن هو الفتره